صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال لحالق لحيته فاسق وهل تصح إمامته؟ لا يقال له فاسق، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة. حلق اللحية معصية ومحرم، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. ما كل محرم يكون كبيرة، لكن بعض العلماء يقول إذا أصر عليه وجاهر به، إذا جاهر بالمعصية وصر عليها وداوم تصير كبيرة، لكن في الأصل ليست كبيرة. وأما أنه يؤم الناس فلا يرتب إماما بالمسجد أو عند الاختيار، لا اجتمع ناس يصلون ما يقدمون حالق اللحية، لكن لو جيتهم يصلون وراء إنسان حالق اللحية صلي معهم، لا تترك صلاة الجماعة. نعم.